كميات كبيرة من المياه دون إطلاقها إلى الجانب العراقي، أثر بشكل كبير على واردات سد دربنديخان. المعلوم أنه في حال وجود حالة فيضان يتم التنسيق مع هذه الدول على تعميم الفائدة، أي أن من تكون هناك حالات فيضان يتم تنسيق حتى تستفاد هذه الدول، وعندما تحصل حالة انحسار بالأمطار وجفاف يجب أن يكون وفق المواثيق الدولية تقاسم الضرر، أي أنه من غير المنطق أن تستحوذ دول عالي المنبع على الكمية الأكبر لحماية مواطنيها وترك دولة المنبع بهذه الطريقة، هذا غير صحيح. فضروري جدا على الجارة تركيا والجارة إيران النظر لهذا الموضوع لتقليل حمل هذه الأعباء. من جانبنا نوعد المواطن أنه إن شاء الله لن يكون هناك ضرر بالمعنى الذي نسميه ضرر، سوى أن هناك أزمة حقيقية لدينا في ديالة، لأنه موردها الوحيد هي نهر سيروان، نهر ديالة وواردات دربنديخان وحمرين. في مثل هذا الوقت من كل عام نعمل على تقليل الإطلاقات لغرض الحفاظ على المياه وتعويضها خلال الموسم الصيفي القادم. لذلك خلال أقل من أسبوعين راح تلاحظون هذه المناسيب سوف ترتفع. هذا لا يعني أن الجانب التركي أطلق كميتنا والجانب الإيراني أطلق كميتنا، هذه تعتمد على السياسة الحكيمة اللي اعتمدتها الوزارة بالحفاظ عن طريق الخزانات والسدود والبحيرات على كميات المياه وعملت على تقنين مبرمج.